بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. خان دخينا متن كورس خريف فيرك عن خان ده بلانغرايك لسه فرد خيلة مسلم خميس خب. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ دارم بستدي رفاي ديزا لسة. لأنها مهمة. ومضت بلانغرايك لسه زين. أوصى بها العلماء. دخلير ده بديت خاط في سير. فيها ما يتعلق بطريقة السلف مع القرآن وحفظه. بفت ده هندس فايزة فون ده فروم فور خانس مت القرآن انت ميموريسير ارفان انت هندله. والتوحيد وما يضاد التوحيد. ان بط ان ان خان ده مونوتيزم ان بط تيخن خاط. والصلاة. ان اتخبت. والوضوء والطهارة. ان ترينخ فور الخبات ان اندر زاكة. والآداب والأخلاق الإسلامية. عند فتصون سنورما عند الإسلام. وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. إن فور برايد دي خطرة في دينه تفرده فور بخرافة فن الدولة. هي بحق مهمة كما سماها المؤلف. إن تيس بلانغريك سواز دشخريفر ديت هيفت فرمت. مهمة للمسلم الجديد. تيس بلانغريك فور ده نيو مسلم. وكذلك للمسلم. إن فور ده خلون مسلم دي أو مسلم. وكذلك تشرح لغير المسلمين. إن تيس بلانغريك إن تيف فور ده أوك فور ده نيت مسلمس. وتصلح ايضا ان تدرس بكل لغه وفي كل دوره وفي كل مكان والله اعلم. ان اتس geschikt voor elke persoon voor elke plaats in elk land om te onderwijzen.